مش عارف اعمل معاه ايه. الطفل بيبقى في البدايه هو ما بيبقاش عارف ايه الاكل اللي انت بتديهوله، والاول بيتذوقه وبعد كده بيتعامل معاه بيتعرف عليه وبعد كده بيبدا يبلعه، يعني بياخد وقت على ان هو ما اكلش قبل كده، فلازم نديله فرصته برضه ونحاول، والام تتعب نفسها معلش مره واثنين وثلاثه، لازم يبقى في محاولات، وفي الاخر ان شاء الله الطفل يستجيب ويبدا يتقبل الاغذيه الخارجيه. لازم يبقى عندنا صبر مع الاطفال، ما نزهقش بسرعه، ما نقولش لا ده الطفل ما بيتقبلش، مفيش يعني مفيش اي محاولات بتنجح، وبرضه نجري نستشير دكتور الاطفال على اساس ان احنا نديله لبن صناعي. انا طبعا بحذر من موضوع اللبن الصناعي ده على قد ما نقدر، نحاول نتجنبه الا في حالات مرضيه خاصه، بيبقى الطفل بيقل بالوزن، بيبقى ما بيزيدش، في حاجه اسمها منحنى النمو. منحنى النمو ده موجود في كل شهادات الميلاد، لو الام بصت هتلاقي فيه منحنى يعني مرسوم، المفروض الطفل بيتعمل له بيتوزن مع يعني بيتقارن الوزن مع العمر، وبنشوف ان هو ماشي في منحنى النمو ده بشكل طبيعي ولا بشكل غير طبيعي. لو ماشي بشكل طبيعي نصبر مع الطفل ونستمر في الرضاعه الطبيعيه. مفيش مقياس يقدر يقول لنا الطفل ده ماشي بنمو بمعدل طبيعي او بمعدل غير طبيعي، الا اهم مقياس هو منحنى النمو. فطبعا باستشارة الطبيب، وطبعا احنا بنأكد ان احنا بنستشير الطبيب علشان نطمن دايما على طفلنا، انما مش علشان نروح نقول له عايزين رضاعة صناعية. فاحنا معدل نمو الطفل بينمو بشكل طبيعي بالكيرف اللي هو منحنى النمو، يبقى كده هو احنا ماشيين بشكل طبيعي في التغذية بتاعته. زي ما قلت لحضراتكم احنا بنبدأ نديله يعني الأغذية واحدة واحدة، وتكون حاجات سهلة الهضم زي قلنا شوربة الخضار، زي سنة سنة بقى احنا بنبدأ نعلى، شوربة الخضار، العصائر الطبيعية، البودنج، بعد كده ممكن نقول الرز بلبن، ممكن نقول شوية ممكن الفول بتاعنا نجربه له بكمية قليلة جدا. احنا بنجيب الفول، احنا طبعا الوجبة بتاعتنا اللي هي مشهورة جدا الفول، الفول مغذي جدا. يعني احنا في معلومة ان طبق الفول لو اتعصر عليه ليمون، بس الليمون ده هيبقى متأخر شوية مش بدري طبعا، لان الليمون حامضي وممكن يتعب معدة الطفل، لو اتهرس كويس ده ممكن يبقى مغذي جدا، وممكن يبقى عوضا مثلا عن اكل البروتينات الحيوانيه الى حد ما. فالفول مهم جدا، احنا بنهرس الفول كويس جدا وبنصفيه من القشر بتاعه، فبيبقى فيه الميه بتاعه الفول مع محتويات الفوله نفسها، وبنبدا نديها للطفل برضو تدريجيا واحده واحده. الكلام ده احنا بنتدرج من سن 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، ممكن تديله بيض مسلوق، تديله صفار مع بياض، ممكن الجبنة المثلثات مفيدة جدا. نبدأ نديله الخبز عند سن تقريبا 9 شهور، نبدأ نديله الخبز، نبدأ يبدأ ياكل الفراخ المسلوقة المهروسة لغاية سن سنة، نبدأ إن شاء الله تدريجيا نديله الأكل اللي احنا بناكل منه، بس طبعا لازم يكون برضو سهل الهضم، مفيش فيه مسبكات، مفيش فيه تقلية، مفيش فيه حاجات تقيلة، يعني حاجات سهلة الهضم دايما، لأن الأطفال بيبقى عندهم مشكلة مشهورة جدا، موضوع الانتفاخ. فالانتفاخ بيجي من نتيجة ان الام بتبقى خايفة على الطفل، وبتحاول ان هي تديله انواع كتير من المأكولات، وما بتكونش سهلة الهضم، فهي يعني بدل ما بتفيده للأسف الشديد بتضر. يعني لما الطفل بيبدأ إن شاء الله يبدأ يتعلم، يبدأ يحبو، هو تقريبا عند سن 9 شهور برضو يبدأ الزحف، ويبدأ سنة برضو يبدأ يسند على أي حاجة جنبه، ويبدأ إن هو تدريجيا يبدأ المشي. في برضو مشكلة كبيرة بتواجه الأمهات أو شكوى بيشتكوا منها جدا، بتقول مثلا أنا ابني سنن بدري بس المشي يتأخر، أو العكس.
انا ابني اتاخر شويه في التسنين، لكن مشي وهو عنده سنه، مشي ما شاء الله لا قوه الا بالله، مشي وهو عنده سنه يعني مبكرا. انا برضو بقول ان في بعض المفاهيم ممكن تكون خاطئه. احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنهتم جدا بتغذيه الطفل، وزي ما قلت لكم بتعرضه لاشعه الشمس، وموضوع التسنين له مدى طبيعي وموضوع المشي له مدى طبيعي، الا اذا ظهرت اعراض مرضيه، ودي برضو هيكتشفها غالبا الطبيب، طبيب الاطفال اللي احنا بنستشيره. بنحاول يبقى دايما في استشارات دوريه، يعني في احنا في عندنا التطعيمات الاجباريه اللي بتبقى موجوده للطفل، اللي هي بتبقى عند سن شهرين واربعه وست شهور، وفي قبل كده اللي هو الضرن اللي هو قبل 40 يوم. التطعيمات الاجباريه الدوريه دي فرصه جميله جدا ان بتجبر الام ان هي تروح بالطفل تطعمه، وبيبقى فيه دكتور او طبيب اطفال او طبيب مسؤول بيشوف الطفل وبيتابعه متابعه دوريه، لان في حاجات ممكن الام ما تلاحظهاش، ما تاخدش بالها منه، انما الطبيب بيبقى عارف اعراض ان العظم بينمو بشكل مش طبيعي، في اعراض نقص الفيتامين د ونقص او نقص الكالسيوم، بس الاشهر او الاكثر اهميه هو نقص الفيتامين د، لان في اطفال بيبقى الكالسيوم عندهم طبيعي جدا في المدى الطبيعي اللي هو غالبا بيبقى الرينج بتاعه من 9 ل 11 مللي جرام بير ديسي لتر، ده بيبقى في التحليل. طيب احنا هناخد فاصل ان شاء الله ونستكمل الحوار. الصحة والجمال نجما في سماء الروعة والجمال. للإعلان على قناة الصحة والجمال الوكيل الحصري واو للإنتاج الإعلامي والتسويق. خدمة الرسائل، شارك معنا في خدمة الرسائل القصيرة SMS على قناة الصحة والجمال في جميع الاستشارات الطبية في التخصصات المختلفة، وأرسل رسالتك على الرقم المرادف لبلدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم مرة تانية، أهلا بيكم. احنا يمكن اتكلمنا في الجزء الأول من البرنامج على الاهتمام البدني للأطفال، وبعض العادات الخاطئة أو بعض المفاهيم اللي الأمهات أو بعض الممارسات اللي الأمهات بتعملها وهي المفروض محتاجة تصحيح. ما ننساش بقى يا جماعة النواحي النفسية والنواحي الذهنية للطفل. مهم جدا 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 ان احنا زي ما بنهتم بتنمية الطفل بدنيا، ان احنا نهتم بيه روحيا ونفسيا وذهنيا، لان الطفل عبارة عن منظومة، ما هياش بس لحم ودم، لا هو في الاهم منه النواحي الروحية والنواحي الذهنية والنواحي النفسية. احنا لما بنتكلم على النواحي الروحية طبعا يعني ممكن ناس تقول لي بدري قوي ان احنا نتكلم على النواحي الروحية بالنسبة للأطفال. احنا ما بنقولش ان الطفل المفروض ان هو مثلا
تعلميه الصلاة وتعلميه الصوم، لا، أنا بقول نواحي روحية. يعني أنت لو عودت الطفل أن هو يستمع للقرآن الكريم من وهو صغير، إحنا يعني أول لما الطفل بيتولد المفروض أن أنت يعني من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبقى في أذان في الأذن اليمنى وفي إقامة في الأذن اليسرى، دي علشان الطفل من البداية خالص أول لما اتولد ودنه أول حاجة تسمعها تسمع ما يفيد، تسمع أذان للصلاة. سماع القرآن الكريم حتى للأم وهي حامل وهي بترضع، يعني في ممكن ناس تندهش من الكلام ده، إنما فعلا الكلام ده له تأثير إيجابي جميل جدا. يعني الأم المفروض إن هي تبقى حريصة على قراءة والاستماع للقرآن الكريم وهي حامل وهي بترضع، وده بيخلي الطفل ينشأ تنشئة روحية ممتازة وعالية، وهتخليه يعني واحدة واحدة بقى احنا لغاية ما يبدأ هو يعني يستمع للقرآن الكريم، يبدأ ان هو لغاية ما ان شاء الله يبدأ يعرف يقرأ القرآن الكريم. فالنواحي الروحية دي مهمة جدا يا جماعة. البيئة اللي هو الطفل عايش فيها لازم تكون بيئة صالحة، لأن هي دي يعني البيئة اللي تتماشى مع الفطرة السليمة. فإذا كنا احنا عايزين نتعامل مع الأطفال بشكل يخليه سليم، فاحنا بنتعامل مع الطفل بشكل يتماشى مع الفطرة السليمة، علشان يعني نرسي فيه خصال وصفات في شخصيته لما يكبر إن شاء الله تكون متأصلة فيه وتبقى جزء من شخصيته. بالنسبة للنواحي النفسية، يعني في كثير من الأمهات والآباء بيتعاملوا مع الطفل في مراحل عمره المختلفة، طبعا لما يبدأ يعاند مع الأم ومع الأب، ويبدأ إن هو ما يسمعش الكلام، ويبدأ إن هو يعمل بقى شقاوة وحاجات زي كده، بيتعاملوا معاه أنا بشوف بصراحة تعاملات غريبة جدا. يعني أنا بشوف أب بيضرب ابنه كما لو انه يعني ابن حد من اعدائه مثلا، بيضربه بشكل قاسي جدا. يعني هو جايز يكون في دماغه ان هو لما بيتعامل بالشكل ده بيربيه تربيه سليمه عشان يأدبه ويعلمه الصح. انا بصراحه يعني انا انصح كل ام وكل اب ان هي تتعامل برفق شديد زي ما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع الأطفال، لازم تكون برفق. حتى لو اضطريت ان انت يبقى فيه مثلا ان انت بتضربه، لازم الضرب يكون ما يسيبش او ما يتركش إيذاء بدني. الضرب يعني قيمته او فايدته ان هو يعني احنا بنضرب عند الضرورة، عند الضرورة، ويسيب أثر نفسي، يترك أثر نفسي للطفل، يعني يعلمه ان ده كده غلط. ولازم يكون بطريقه بكيفيه معينه. يعني انا مش هدخل في امور فقهيه طبعا، لان انا يعني ماليش علم كبير بيها، انما لازم يبقى فيه رفق، ولازم يبقى فيه الضرب غير موجع غير مبرح، لازم يكون عند اللزوم وعند الضروره. انما كيفيه العقاب، في انواع كتير جدا من العقاب. انت ممكن يكون الطفل يعني لو هو بيحبك او حببته فيك، ان انت لو زعلت منه او مثلا ما لعبتش معاه، او ان انت مثلا يعني حسسته ان انت بعيد عنه شويه، ده يعمل عنده تاثير ايجابي جميل، ويحس ان انت متضايق منه. الطفل يعني في منتهى الحساسيه. لما انت يبقى في عقاب نفسي ده مهم جدا. لما الطفل يبدا يكبر، يعني نفسي الأمهات والأباء يتعاملوا مع الأطفال بشكل جميل. يعني أنت تتعامل مع الطفل تحترم عقليته وتحترم شخصيته من وهو صغير. هيكبر وهينشأ على أنه يعني شخص أو إنسان له شخصية، ويحترم هو نفسه وعقليته، ويحترم عقله ويحترم شخصيته. انت كده بتنميه وبتكبره على اسلوب سليم، علشان لما يكبر ما يبقاش مستني ان حد يعاقبه،
ما يبقاش يستني ان حد يسبب له اذى بدني مثلا على انه اخطا خطا معين. يعني انت بتنشئه التنشئه السليمه النفسيه السليمه بحيث ان انت بتحترم عقليته وفي نفس الوقت ما تحرموش من طفولته. يعني الطفل انت في اوقات بتتعامل فيها مع الطفل على انه راجل كبير وفي اوقات تانية كتيره بتتعامل فيها على الطفل على انه طفل وعايز يلعب وعايز يتفرج على يعني حاجات كرتون. يعني بتتعامل مع الطفل كطفل في اوقات كتيره جدا بس لازم تحترم عقليته وتحترم شخصيته وده مهم جدا في التنشئه النفسيه. التنشئه الذهنيه طبعا في امهات وابهات كتير جدا بيهتموا بيها ان يعني على حسب المرحله العمريه للطفل بيبقى في مجلات تعليميه وفي كتب رسومات وفي حاجات زي كده وفي العاب معينه بتنمي مهارات الطفل. فانت بيبقى على حسب المرحله السنيه بتجيب اللي يناسبه. يعني ما تجيبلوش حاجه تكون اكبر من سنه وتديها له لان هو مش هيقدر يتصرف معاها هيلعب بيها شويه وهيكسرها هو مش فاهم ايه القصه. فانت بتديله يعني ما يناسب مرحلته العمريه علشان يبقى فيه تنشئه ذهنيه ويبدا يعني المستوى الذكاء بتاعه يرتفع ويبقى في حاله ذهنيه جيده. طبعا احنا في يعني مرحله مهمه جدا 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 بالنسبه للاطفال كلهم اللي هي مرحله بدا يكبر بقى ان شاء الله وبدا يخش هيخش بقى حضانه وكي جي 1 وكي جي 2 ويبدا في مرحله الدراسه. طبعا في كثير من الاطفال بيبقى عندهم رهبه شديده جدا 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 لما يجي يروح الحضانه ولما يجي بعد كده يكبر ويروح المدرسه. فدي بتسبب مشاكل لبرضه امهات واباء كتير جدا. فلازم نتعامل مع المشكله دي بحكمه ولازم ان احنا نبقى فاهمين التعامل السليم ايه. يعني الطفل اولا احنا لما بنوديه الحضانة عند سن مثلا 4-5 سنين مثلا احنا بنختار الحضانة يعني لازم نبقى متأكدين من ان الناس اللي شغالة في الحضانة دي يكونوا على علم وعندهم مهارات التعامل مع الاطفال. لازم نكون متاكدين احنا مش بنوديه حضانه وخلاص. يعني مش بنوديه اي حته وخلاص ونسيبه عشان نريح دماغنا. في بعض الامهات والابهات بيبقوا مشغولين بيبقوا عايزين ان هم مثلا تعبوا نفسيا من الشقاوه من عايزين يقعدوا في هدوء شويه عايزين ينجزوا بعض الاعمال فبيقوم جايين ودين الطفل في حضانه. مش اي حضانه طبعا لازم نهتم. مش قصه ان الحضانه تكون مستواها عالي لا انا ما اقصدش كده. انا اقصد ما يقدم للطفل في الحضانه من اهتمام ورعايه وتربيه بحيث ان احنا نحاول على قد ما نقدر انها طبعا عمرها ما هتكون بديل او عوضا عن البيت انما على قدر المستطاع ان هي تكون قريبه من البيت بيبقى فيها اهتمام قريب من اهتمام الام والاب. يعني اهتمام قلنا من النواحي اللي احنا قلناها النواحي الروحيه والنواحي الذهنيه والنواحي النفسيه والنواحي البدنيه. فدي رقم واحد لازم نكون متاكدين من دور الحضانه اللي احنا بنضع اطفالنا فيهم تكون على مستوى محترم جدا من المواد اللي بتقدم فيها. لازم نطمن من الشخصيات الاشخاص البيرسونال اللي موجوده في الحضانات. لازم نكون مطمنين من حسن تعاملهم وحسن اسلوبهم مع الاطفال وصبرهم مع الاطفال ده مهم جدا برضو علشان الطفل ما يتصدمش. يعني ما يحسش ان هو انت خدته من الدار للنار زي ما بيقولوا. يعني انت خدته في حضن امه ومع والده وكل الرعاية وكل الحنان بيتقدم له في البيت وهو يعني زي ما بنقول يعني الحاجة المنورة في البيت. تاخده توديه في حضانة بيبقى فيها مثلا هنقول 10 أطفال 15 على حسب الحضانة. طبعا المسؤول هناك عمره ما هيتعامل مع ابنك زي ما انت بتتعامل معاه. مش هيديله القدر من الاهتمام زي ما انت بتتعامل معاه. يعني لازم نحاول على قد ما نقدر ان احنا نحببه في الحضانة ان هو يحب الحضانة سنة سنة. مفيش مانع ان انت تبقى معاه
في اول يوم اول يومين على حسب ما يعني يحس ان هو في مرحله انتقاليه ما بين البيت وما بين الحضانه، ان انت معاه وهو في نفس الوقت في الحضانه، ويبقى في انسحاب تدريجي انت بتسيبه بعد كده بعد اسبوع بعد فتره تسيبه بقى يبدا ان هو يتعود على الحضانه ويبدا يلعب مع زمايله ويبدا يتعرف ويبدا يكون له يعني جو الحضانه. الميزه الجميله اللي فيه ان هو بيبدا يتعود على اطفال تانية معاه، ازاي بيتعامل مع الاطفال، ازاي ده العالم الصغير بتاعه، بيبدا ازاي هو يتعامل مع الاطفال علشان ان شاء الله لما يبدا يكبر هيتعامل يبدأ يتعامل مع أفراد المجتمع. فإحنا دي ميزة مهمة جدا، بس إحنا بنهتم بكيفية التعامل مع المرحلة دي. بعد ما الطفل بيبقى في الحضانة بيفضل غالبا الطفل في الحضانة لازم يبقى فيه متابعة من البيت، لازم انت بتتابعه كل فترة، بتروح بتشوف بتسأل المدرسة بتاعته او المدرس، بتشوف سلوكه عامل ازاي، هل هو سلوك طبيعي، هل هو تعامل طبيعي مع الاطفال، هل هو استجابته طبيعية. لازم تطمن عليه من وقت للتاني بشكل دوري، ولو في لا قدر الله تعالى اي مشكلة لازم بنحاول نحلها مبكرا، ما نستناش المشكله ان هي تتفاقم وتكبر. فاحنا لازم ان احنا نتعامل بشكل علمي سليم في التعامل مع الاطفال. الاطفال سنه بتكبر، هتروح سن المدرسه عند مثلا سن 5 أو 6 سنين، هتبدأ يبدأ السكيل المدى اللي هو بيتعامل فيه بيوسع شوية شوية. طبعا الأطفال اللي بتروح حضانات بتبقى متعودة أكتر على جو المدارس، ويعني احنا مش هنطول قوي عليكم، يعني اعتقد ان احنا اتكلمنا بشكل جميل عن الأطفال لغاية سن الدراسة لغاية ما دخل المدرسة، وان شاء الله نكمل كلامنا في حلقات قادمة. وسعدت بكم، وأتمنى أن أنا أكون خفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.